هعمل لكم حاجه لطيفه قوي قوي. كتف ضاني صحيح زي ما هو مش هنخليه. الفخده دي بقى ايه حدوتتها؟ اني هتبلها. التتبيله الاساسيه بتاعتها خل برسامي. اوكي؟ طيب. ومعاه دبس رمان هايل. الكلام ده على فكره غامق، خلوا بالكم. اوكي. وجوز الطيب معلقه صغيره حلوه كده، ومعلقه كبيره حلوه برضو ايه من الزنجلابيل. جنزبيل يعني. وشويه ملح وشويه فلفل. خلاص؟ دي ايه؟ دي تتبيله الفخده دي. جنبها ايه بقى؟ جنبها بطاطس وجزر وفلفل احمر بالذات مش حاجه تانية، وطماطم كبيره كده ويدجز، وبصل كذلك متقطع اثمان. طيب هبتدي اعمل ايه بقى؟ هاخد السكينه كده او كتر او يموس، واخد على كده اهو، بصوا الدهن اشرحه، الدهن بس ما تجيش جنب اللحمه. بصوا بقى، هناخد فرشة وهناخد ادي دبس الرمان وادي الخل البلسمي وادي الملح وادي الفلفل. انا عايز اعمل حاجة لطيفة. بصوا بقى، عايز ستوار صينية بغطا، وغطا يخش الفرن، خلوا بالكم دي مهمة قوي. هحطها كده، وهحط البصل اهو، وهحط الطماطم اهو، وهحط الفلفل الاحمر اهو، وهحط الجزر والبطاطس اهو. كل ده كده؟ اه كل ده كده. هات لي دي كده حلوه. احط فيها بقى الجنزبيل وجوز الطيب. اوكي؟ و معلقتين كبار كده من او اقل، وخلي البلسمي كده اهو. اوكي؟ وشويه ملح، ما تخافوش من الملح، وشويه فلفل، ولو عايزين تحطوا معاها فلفل حار شطه حطوا، احب ده. بصوا بقى، هناخد بقى القصة الحلوة دي كل ده واعمل كده. تعالوا بقى، هناخد الحدوتة الحلوة دي نقلب ده كده مع بعضه عشان يبقى ايه كله في كله. اوكي تمام. لما نحط بقى اللحمة هنا هتبقى عالية عن قعر الصينية، مش كده؟ علشان ما تتحرقش من تحت، وكل البهاريز اللي فيها ده ينزل على الخضروات. يديلك بقى الخضار ايه؟ مش اي اي، مش اي اي. اوبا يا ولد يا ولد، مش مضايقاني، مش مضايقاني قوي يعني. بصوا مش، تعالوا بقى نعمل كده. خلاص خلصت. نقفل كده، وهحطها على النار، ومعاها شقشق ميه تطلع بخار تساعد على التسويه. يلا يا عم. نعمل كده. هنا في ايه؟ دي كده ودي كده، ممكن اكسر دي كده. قطعت الحته اللي مضايقاني اني اقفل. انا عايز اقفل عشان البخار ما يهربش مني، فلو كبيره شويه هقطع منها حته وبعدين هقفل بقى، هقفل عليها. بس خليني الاول ايه اديها فرشايه كمان، هي والحدوته اللي في الجنب دي. ماشي يا ولد يا ولد. اوكي، انا هسوي بريزيه هنا تمام، وبعد ما تستوي يعني اتكلمنا مثلا نص ساعه
تاخد السوا بتاعها الاولاني ده، اوكي، وبعدين ادخلها الفرن بقى، وفي اخر 10 دقايق ربع ساعه اكشف عشان تاخد لون لطيف. لكن انا لو 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 قفل لو فاتحها من الاول في الفرن، لا هيبقى لونها مش احلى حاجه، هتستوي بزياده ولونها مش هيبقى احلى حاجه، اوكي، يعني مش هيبقى محمر كده لطيف، لا هيغمق سنتين ثلاثه، يعني كانكم عاملينها مثلا عارفين ايه على الفحم، فمش يعني اللون هيبقى، ودي بتاعتكم برضو، يعني انا دي بتاعتكم، لو انتوا اللون ما يضايقكوش خلاص فاين، ما عنديش مشكله. يلا هنسيبها بقى كده شويتين ثلاثه وارجع لها تاني. اوكي، تعالوا بقى نفتح ونشوف الدنيا عملت ايه. اوكي يلا بينا. طيب جميل، خلاص كده هنكشف، خلاص كشفنا، ماشي، نحط بقى شويه الحاجات دول كمان هنا كده، تعالوا ندخلها الفرن بقى اهو. فين هنا اهو، اوبا، وريني يا استاذ، ناخد اللون الحلو بتاعنا ونطلعها. يلا يا عم، بقى لها قد ايه بقى دلوقتي؟ ساعة ونص الحدوتة كلها، يعني هي تاخد ايه بعد ما تستوي في ال، اوكي يا ولد يا ولد، هوبا يا جميل يا جميل، اوكي هكذا ماذا؟ تعالوا نشوف بقى حكاية غرفتها دي. يا جميل يا جميل يا جميل، الله، ايه بقى؟ نعمل كده الأول ونعمل كده، استنى بقى،